في كارثة غير مسبوقة حدثت اليوم بولاية الطارف، طريق وطني غمرته المياه وتشرد العشرات من السكان بسبب غرق منازلهم. ستشاهدون في هذا الفيديو مقاطع وصور حصرية لما خلفته مياه الأمطار بولاية الطارف. دقيقة 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 قبل ما نبدأ الفيديو، بين راك تحوس على حساب نتفليكس ويكون مضمون بالإضافة إلى سعر معقول، إذا راك في المكان المناسب. للمزيد من المعلومات لا تنسوا التواصل عبر صفحة فيسبوك أو الاتصال برقم الواتس الظاهر على الشاشة، وشكرا لكم. في عاصفة رعدية ضربت شرق الجزائر يوم الجمعة والتي شهدتها أغلب مناطق شرق الوطن عشية اليوم، سيول جارفة تسببت في علق سيارات في الوحل والطين، سيول محملة بالحجارة عقب تساقط الأمطار بولاية الطارف، ومصالح الأشغال العمومية تتدخل لإزالتها من شبكة الطرقات. شارك الهلال الأحمر الجزائري في الذرعان في عمليات إجلاء وإنقاذ السكان الذين حاصرتهم السيول جراء الفيضانات التي شهدتها اليوم ولاية الطارف. وقامت الغرفة الفلاحية لولاية الطارف بخرجة ميدانية للمستثمرات الفلاحية المتضررة جراء التساقط الكثيف للأمطار عبر بلديات الولاية، حيث تم لقاء الفلاحين والوقوف على حالة القنوات والمصبات الرئيسية التي كانت سببا رئيسيا في تحول تدفق المياه الغزير من الأودية إلى المساحات المزروعة. لا زالت عملية جهر القنوات صرف المياه المستمرة من طرف الفلاحين، وتم إجلاء حوالي 40 شخصا بحي الكروم 1000 سكن اجتماعي ببلدية الطارف. انحصار مياه الأمطار على مستوى الطريق السيار شرق غرب من جهة القرقور والذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه الظاهر في حي 1000 سكن بلدية الطارف. الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر عبر نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية بشرق البلاد. تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية 9 من صباح يوم الغد الأحد بكميات تتراوح بين 20 و40 مليمتر. الولايات المعنية جيجل سكيكدا عنابة والطارف. ربي يجيب الخير. نترككم مع الفيديو. دقيقة 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 قبل ما نبدأ الفيديو، بين راك تحوس على حساب نتفليكس ويكون مضمون بالإضافة إلى سعر معقول، إذا راك في المكان المناسب. سهلة مهلة، توفر لك بصفحة ديجيتال ماركت اشتراكات لا نهائية بأسعار خيالية منها اشتراك نتفليكس، إيه نعم، وبالإضافة أيضا إلى حسابات أمازون برايم وديزني بلاس و HBO ماكس بسعر رمزي لمشاهدة الأفلام والمسلسلات بجودة عالية، وأيضا توفر لكم اشتراك سبوتيفاي ودايزر للاستمتاع إلى الأغاني الجديدة وبدون إعلانات. للمزيد من المعلومات لا تنسوا التواصل عبر صفحة فيسبوك أو الاتصال برقم الواتس الظاهر على الشاشة، وشكرا لكم. ما يقول له يهز ولا لا يلعبوا من الصباح.
ما يلحقش يدور يدور يقص في الارض باينه هاي الدركه تاع نص متر ولا فايت كونها على رجله يمشي نص متر شلون بيت ولا نطلع لعزوز هو اللي ما عندوش لعزوز واش يدير؟ ما دارش لك موني بيت؟ راه قدام لاصال دو سبور حطوني في لاصال دو سبور ما نعرفش يجرب لا موتير رتشو سيك Thank you.